اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل ايام صدر تصريح او بيان عن اتحاد النقابات العماليه في العراق يتحدث عن ان عدد العاطلين في العراق 15 مليون عاطل عن العمل. يعني عندما تعرف أن وزارة التخطيط تقول أنه عدد سكان العراق 40 مليون والأطفال منهم يشكلون نحو يعني 10 ملايين والعاطلين 15 مليون وكبار السن نحو 10 ملايين أيضا، فبالتالي أنت يعني لديك كارثة كبيرة، الشعب كله عاطل عن العمل. كارثة كبيرة، 15 مليون العاطلين عن العمل. وزارة التخطيط تتحدث تقول يعني عدد الفقراء في العراق قد قل، ولماذا؟ لأي أسباب؟ كذبة كبيرة، وزارة التخطيط كاذبة مثل باقي الوزارات تتحدث. الظروف يعني من سيء إلى أسوأ، وهي تتحدث عن تحسن النسب. يعني لماذا؟ عليها أن تقول لنا لماذا؟ يعني الفقر لماذا يقل الفقر؟ والعراق في ضائقة اقتصادية أكبر، البطالة 15 مليون عاطل عن العمل، وهذه نقابة العمال تتحدث عن هذا، فتقول أنه عدد الذين تحت خط الفقر 10 ملايين. ومع ذلك لنقبل بهذا الرقم، 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر يأكلون من المزابل، 15 مليون عاطلين عن العمل. هؤلاء ال 15 مليون العاطلين عن العمل تتحدث نقابة العمال عن الذين قادرين على العمل، يعني في سن العمل. هؤلاء الذين يحددونهم ربما يعني من 18-19 سنة إلى 40 أو 45 سنة، هذول اللي لديهم طاقة عالية على العمل. أما خارجهم ربما إذا حسبنا كل هذه يطلع 20 مليون العاطلين العمل. هذه طبعا ربما المحافظات الشمالية أربيل ودهوك السليمانية غير محسوبة، يتحدثون عن كارثة كبيرة. مصانعنا منتهية، الزراعة عندنا قلت وانتهت وعطلت، والبلد تحول إلى بلد مستورد يأكل ويشرب من عمل غير بلدان. هذه كارثة كبيرة الحقيقة. يعني سياسة، لا سياسة موجودة في الدولة لكي تتحدث عن إمكانيات أو آفاق لتطوير كل ذلك والخلاص من عنده. الإحصائيات في نفس الوقت أنت ترى إحصائيات أخرى يعني تزداد قهرا وضيما ونكدا. بالمقارنة تجد أنت يعني هؤلاء، هذه الطبقة الحاكمة أوصلت العراق فعلا إلى قعر الهاوية. العراق في آخر يعني أرقام معلنة دوليا، العراق يأتي بالمرتبة التاسعة عالميا من ناحية امتلاكه للثروات الطبيعية. العراق يعني يحتوي على 11% من الاحتياط النفط العالمي. العراق يحتوي على 9% من الفوسفات في العالم، فضلا عن الموارد الكثيرة ونهرين وزراعة وكل هذه الثروات الهائلة. ورغم ذلك يعيش الملايين. وزارة التخطيط تتحدث عن 10 ملايين تحت خط الفقر، ونقابة العمال تتحدث عن 15 مليون عاطل. يوميا يخرج في الشوارع يعني من يحملون شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ليقفوا أمام وزارات معينة، وليقفوا أمام ما يسمى بمجلس الوزراء في المنطقة الغبراء هذه الخضراء، وإذا بالقوات الأمنية تواجههم بالهراوات والرصاص والمياه الحارة والتقريع والضرب والبطش بهم بحثا عن عمل. لا يمر يوم في العراق إلا وهناك اعتصامات لشباب بحثا عن عمل، يريدون أن يعيشوا، يريدون أن يعني يدعموا عوائلهم، يريدون أن يوقفوها على يعني الآن كثير من عندهم عندما تتحدث معهم هؤلاء الشباب الذين في عمر ال 25 و 24 و 23 و 20 و 18، وهؤلاء اللي في الجامعات وفي
ومن أنهوا الدراسة الجامعية، من حصل على الماجستير والدكتوراه، هؤلاء الذين يعني من 30 وتحت إلى هذه العشر سنوات، هذا العقد من 20 إلى 30، غالبيتهم يقول لك يعني فكرة الزواج قد رفعتها من ذهني. يعني لا أبحث عن الزواج، الزواج تحتاج إلى مواد، إلى قدرات اقتصادية. أنا ما أمتلك، أنا أريد وظيفة حتى أعيش أمي وأبوي وخواتي وأخوتي الصغار، وخليهم يتعلمون التسرب. كل خمسة يدخلون إلى المدرسة بالابتدائية، ثلاثة من عندهم يتسربون واثنين يكملون، وبالمتوسطة أكثر العدد وبالثانوية أكثر. بالتالي إحنا لدينا سنويا أكثر من 800-700 ألف متسرب من المدارس، هذه كارثة، كارثة كبيرة. وبالتالي سوق العمل، لدينا مليون طفل الآن من الأطفال، أطفال الشوارع أكثر من مليون ونصف طفل في الشوارع، لدينا 3 ملايين طفل يعملون بأعمال مرهقة ولا يسمح بهم، كل القوانين لا تسمح لهم بالعمل. هذا وقتهم يفترض يذهبون به إلى الدراسة وإلى المرح واللعب والاستمتاع بحياتهم، هاي حياة الطفولة، لكنهم معذبين. يعني يقومون برعاية أسر كبيرة، والأمهات 5 ملايين أرملة ومطلقات، وعذاب كبير. ولا عمل في العراق، هذا جزء من هذه السياسة التي أوصلت العراق إلى هذا. والعراق يعني من سيء إلى أسوأ، والفساد ينخر فيه. آخر تقرير للشفافية العالمية، العراق نعم من بين أكثر 5 بلدان في العالم فسادا. ما زال العراق، ملايين الفقراء تحت خط الفقر، ملايين المرضى، هذه كارثة كورونا التي حلت هذه الجائحة الكبيرة، هذا الوباء يأكل في الناس، والناس تضطر إلى الخروج للعمل ككسبة، وغالبية العراقيين كسبة، يعمل بقوت يومه، يعمل لكي يأتي بخبزة لأهله، إن لم يعمل الدولة لا تساعده، الحكومة لا تساعده، هناك سرقات وهناك فساد وهناك خراب، والرواتب تدبر بالقروض والاستدانة من هذا الطرف أو ذاك، وهذا يزيد العراق قيودا على قيود. هذا ما فعله الاحتلال منذ 18 سنة لحد الآن، وهذا ما فعلته هذه الحكومات التي جاءت وتدعي الديمقراطية وتدعي الحرية وتدعي التغيير. مع الأسف الشديد، العراق من سيء إلى أسوأ، وليس له إلا الله وإلا شعبه الذي لابد أن يسترجع العراق، لابد أن يسترجع العراق من أسر هؤلاء الذين أوصلوه إلى هذا الحال. وقت هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.